اليوم الخميس خلونا أوريكم موقع آخر في سهل أتين، وبدت ما شاء الله الحركة تبدأ، وأيضا المحلات بدت تتفعل في هذا الموقع. هذا الموقع وعينكم على السحاب ما شاء الله في سهل أتين. من الألعاب في صلالة لاند، وإن شاء الله قبل 15/7 راح تتفعل هذه الألعاب. وهني صفة من الحلوى العمانية، شاي الزعيم موجود أيضا، نفس اللاين يا جماعة الخير. انجي هني لهذا الممشى الجميل. كوتر هذا نص ساعة ريالين. نص ساعة ريالين. ريالين أطي واحد. تقدر تستخدم سكوتر في هذا المكان أو الممشى، حياكم. وهني تقدر تجيب عائلتك تتجلس وتضربوا لكم الغداء والعشاء في هذا المكان. هذا ممشى ايضا تقدر تسوي رياضه ومسافه طويله. يعطيكم العافيه، عينكم على الجو، وتعالوا صلاله اذا عندكم غوازي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.